بكم إلى موجز أخبار الآن. أكدت السلطات السعودية نجاح خطط يوم عرفة والنفرة إلى مزدلفة وصولا إلى تصعيد جموع الحجاج إلى مشعر منى والبدء في رمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة. وتتابع الجهات المعنية بشؤون الحج مراحل تنقل جموع الحجاج وما يقدم لهم من خدمات. قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميسورا إن ما تبقى من معاقل داعش في سوريا سيسقط على الأرجح بحلول نهاية أكتوبر، وأضاف أن هناك ثلاثة أماكن فقط بعيدة عن الاستقرار هي الرقة ودير الزور وإدلب، لافتا إلى أن التحالف وحلفائه سيحررون الرقة خلال الأشهر القادمة. قتل 7 موظفين وأصيب أكثر من 12 بجروح في هجوم انتحاري شنه مسلحو داعش على محطة كهرباء الجالسية شرق سامراء بحسب ما أكده مصدر أمني عراقي، ولم تتضح على الفور تفاصيل الهجوم. ويأتي هجوم داعش في سامراء في ظل تكبد التنظيم المتطرف خسائر كبرى في البلاد وخسارته أغلب المناطق التي أعلن منها خلافته المزعومة سنة 2014. استأنف حقل الفيل النفطي الليبي عمله بعد أن اقتحم من مجموعة مسلحة في غرفة التحكم بالحقل في 20 من أغسطس آب في إطار عمليات إغلاق لخطوط الأنابيب، مما أدى إلى وقف الإنتاج هناك والذي يبلغ 70,000 برميل يوميا. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إغلاق حقل الفيل وحقلين آخرين بسبب الاحتجاجات أدى إلى تقليص إجمالي إنتاج ليبيا إلى 360,000 برميل يوميا. قال مدير الميزانية بالبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب طلب من الكونغرس ما يقارب 8 مليارات دولار كمبلغ مبدئي لجهود إزالة آثار الإعصار هارفي الذي سبب سيولا واسعة النطاق في هيوستن ومناطق أخرى بولاية تكساس. وفي رسالة إلى بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي قال مايك مولفاني أيضا إن التقاعس عن زيادة سقف الديون التي من المتوقع أن يتم الوصول إليه بحلول نهاية سبتمبر قد يحول دون تقديم طلبات أخرى للحصول على أموال لتخفيف أثار الكارثة. شهد دخان أسود يتصاعد من مدخنة في القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو بعد إغلاقها بأمر من الحكومة الأمريكية، لكن فرق الإطفاء طمأنت إلى أنه لا حريق في المبنى وأن شاغلي القنصلية يحرقون أغراضا ما في الموقد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.